رحب بيكم في إطلاق العدد الخامس لمشاهد القاهرة. الفكرة من المجلة لها كذا بعد. البعد الرئيسي بالنسبة لي كباحث اشتغل على تاريخ العمارة في مصر وتاريخ المدن في مصر في القرن العشرين، انه السورسز الرئيسية اللي انا بستخدمها في الشغل بتاعي هي مش ارشيفات. في مصر الارشيفات مقفولة. لو رحت دار الوثائق وقلت انا شغال على تاريخ مبنى محكمة القاهرة فعايز اشوف الرسومات الهندسية، اقول لك لا طبعا احنا بنحارب الارهاب، محكمة ايه اللي عايز تشوف الرسومات بتاعتها؟ فمحدش، فقصدي كباحث عايز ترتب تاريخ في البلد دي معظم الوقت بتتوجه للحاجات المنشورة. فالمجلات والجرايد هي بتبقى السورس الرئيسي او الدوكيمنت الرئيسي اللي بتلاقي عنه معلومات عن الفتره اللي انت عايز ترتب عنها تاريخ. هبدا كده شويه شويه، لو اتمنى لو كلكم معاكم نسخه يعني نتصفح كده شويه شويه، ولما هنمر على مقال بتاع حد موجود معانا هيتكلم شويه عن المقال بتاعه. مهاب عصام طالب في جامعه القاهره، بيتكلم برضو بنقط يعني معينة عن فكرة العلاقة بالجامعة ما بين الجامعة والمدينة، اللي هو سؤال محوري العدد كله بيدور حواليه. بعدين دلوقتي أول جيست معانا نبيل الهادي، عن الأسئلة التي لو سألناها بحق ربما يقوم البعض من مجلسنا. فيمكن نبيل تدينا كده لمحة عن مقالك وكتبته ليه. مساء الخير عليكم وأهلا بكم جميعا وشكرا يا محمد. أعتقد كان عندي نقاش مع محمد في بداية البابليكيشن عن جدول أسئلة، جدول الكتابة إيه؟ يعني قصدي إحنا بنكتب ليه لو ما فيش أودينس بجد؟ أودينس بجد مش معناه إن ما فيش ناس، في ناس، بس هل هم قادرين إنهم يسمعوا ويناقشوا بجد؟ في أسئلة كتيرة جدا، أنا طبعا بكلم على أسئلة لستة جبارة من الأسئلة، أسئلة منها ليه علاقة بأساتذتنا، يعني وليه علاقة بالممارسة بتاعتنا. طبعا احنا بنحتفي بأساتذة كبار لينا، حسن فتحي منهم، وحسن فتحي أستاذ كبير وفنان بما لا شك فيه، يعني أستاذ بحق، بس مش معنى كده ان هو مقدس. ولابد لو احنا عايزين نفهم نسأل عن حسن فتحي، إسهام حسن فتحي الحقيقي ايه؟ هل هو في انه طلعين عمارة من الأبب والأباوي، ولا عنده إسهامات تانية أهم؟ وهل الإسهامات دي كانت بلا أخطاء بلا مشاكل، ولا كان فيها؟ فأحمد شوقي برضو خمس دقايق كده ادينا لمحة عن المقال بتاعك. البحث بتاعي ده كان عن الفجوة ما بين السيستم التعليم الفنون في مصر وعلاقته بالسياق الفني أو بالمشهد الفني المعاصر في مصر. يعني مثلا تاريخ الفن المعاصر في الكليات هو كله عبارة عن بنسبة 80 أو 90% هو عبارة عن ترجمات مشوهة لتاريخ الفن. جيت بعد ما اتخرجت قعدت أدور على كتاب اسمه اتجاهات في الفن الحديث. الكتاب ده دكتور محسن عطية كاتب فيه كده مين هم السرياليين في الحركة العالمية، وبينتهوا بمحسن عطية. مين هم الانطباعيين في الحركة العالمية، بينتهي بمحسن عطية. أما لما جه يتكلم عن مارسيل دوشام فهو قارنه بنفسه. فالكتاب ده جوه مناهج الكليه، انا كنت طالع الاول في الماده دي، فبعد ما اتخرجت اكتشفت ان مفيش الكلام ده، مفيش محسن عطيه اصلا. فبس المدينه على مستوى الحياه اليوميه بتتاثر بدكاتره يعني بطيخ، والطلبه بتوعهم بيطلعوا بيعملوا بطيخ يعني قرعه. ف يعني لما تشوف اللي حصل في الميادين اللي في اسكندريه بالتماثيل اللي هي تبع فنون جميله، ودي أساتذة جامعية يعني أساتذة من الجامعة والطلاب بتوعهم عملوا كليوباترا بدقن، وعملوا معرفش مين بعمة معرفش عاملة زي، يعني ده شغل، ده حاجات طالعة من الجامعة وطالعة من علاقة أستاذ محدش بيقدر ينقده بشكل واضح، فبالتالي الطالب بيقلهه، فبالتالي مدام الأستاذ ده كويس والشغل اللي هو بيعمله ده محدش يقدر يقول عليه حاجة، أنا لو عملت زيه أو أوحش كمان محدش يقول لي حاجة. وفي الاخر احنا ماشيين في الشارع بنلاقي قدامنا تماثيل شكلها ما ينفعش تبقى تماثيل. فقصدي دي علاقه مش بس الموضوع على المستوى الشخصي والتعليمي، هي فعلا ليها علاقه بالتاثير على المكان اللي احنا عايشين فيه. وبعدين دلوقتي نوصل لفريده. حد يعرف مكان كورس رسم لفنون تطبيقيه؟ ففريده قول لنا عن مقالك. سيلاس هو مكان متسجل كجمعيه اهليه
الهدف منه هو انه يقدم برنامج تعليمي مدته سنة، وفكرته انه احنا محتاجين ان الناس تبقى نوع المعرفة اللي هما بيكتسبوها اوسع بكتير من المعرفة الضيقة اللي هما بيتلقوها في الجامعة المصرية. بمعنى انه انا في الجامعة من اول سنة بقرر ان انا هدرس هندسة، فبالتالي لمدة 4-5 سنين هدرس هندسة ومش هبعرف حاجات كتير قوي عن اللي بيحصل حواليا. ففكرة سيلاس انها تقدم كورسات في حاجات مختلفة كتيرة، من ضمنها التاريخ والفلسفة والفن والطهي والزراعة، وكل ده عشان اقول انه في اماكن للتعليم الموازي موجودة في مصر، سواء هي في صورة الكورسات اللي احنا ممكن ننتقدها أو في صورة تجارب زي بتاعت سيلاس. لو في حد بس يحب يعلق أو يسأل سؤال أو يقول حاجة نقدية برضو ياريت تفضل. أنا يعني غصب عني هتكلم كمعماري، فهتكلم على الجامعة كمكان لإنتاج العمارة. بتصور الإشكالية اللي ممكن تكون مظلة لكلام مثلا حد زي نبيل ليها علاقة بالضرورة بالتساؤل السياسي اللي له علاقة بجدوى النقد بالأساس، أنه الدولة كان لها تدخل مباشر في صياغة المواضيع اللي الفنانين المفروض يرسموها والمواضيع المفروض الفنانين ما يرسموهاش. مش عارف لو حد عنده باك جراوند فنية هنا أكيد عارف قصة الشمبانزيز، أنه كان في مجموعة من الفنانين الحدثيين بيرسموا حاجات أبستراكت، حاجات تجريدية، فالدولة وقتها تدخلت بشكل واضح أنها تجبر الفنانين أنهم يرسموا مواضيع بعينها لها علاقة بالحرب ولها علاقة بدعم الدولة. فوقتها الفنانين اللي بيشتغلوا على مواضيع تجريدية اعترضوا، تمسكوا بموقفهم انهم هيرسموا مواضيع تجريدية، فالدولة عملت لهم كمين، جابت مجموعة من القرود رسموا يعني مسكتهم فرش ورسموا لوح وعرضتهم على الفنانين دول، فالفنانين دول قالوا ان ارائهم يعني قالوا ارائهم النقدية في اللوح ديت، وبعدين اتنشرت على صفحات روز اليوسف لاحقا انه الفنانين دول ما فهموش حاجه، وانه وروهم لوحات رسمها قرود وما عرفوش يفرقوها عن لوحات رسمها بني ادمين، وان الحاجات التجريديه والمودرنزم والكلام ده كله نكش فراخ يعني. فهو المستهدف باختصار شديد انه اذا في جهه متدخله بثقل رهيب زي الدوله في صياغه الاجنده البصريه للشعب كله من خلال تدريس العماره والفنون، مفيش اي جدول للنقد، مفيش اي جدول للحديث اصلا على الجامعه. وتساؤلات نبيل مثلا لن تلقى مستمع، بس يعني في النهاية ديكم بتحاولوا ودي بنحاول. أشكركم. شكرا ليكم للحضور، وميرسي مليون مرة لنبيل شوكت ولأحمد حمود ولشيماء عاشور لمساعدتهم في إنتاج الشيء اللي في إيدينا ده، وميرسي جدا لأحمد وعبير وفريدة ونبيل هادي. شكرا.